مضى من عمري 20 عاما وأنا أبحث عن وطن وهوية داخل مدينة نابلس في الضفة الغربية بفلسطين. عندما نولد كل إنسان منا يختار الطريق الذي يريد أن يبحث من خلالها عن معنى الحياة الخاص فيه، وغالبا ما منتأثر بمعنى حياتنا من خلال الإطار العام اللي منكون عايشين فيه، وهو الأسرة اللي هي المجتمع الصغير اللي إحنا بننشأ فيه. صدفة كانت في حافة ألقت فيها شعر عن ظهر قلب، فكان إلقاءها جميل جدا. هذا الإلقاء نبهنا أنه عندها إشي ممكن ينشغل عليه. الاهتمام من خلال انطباعات الأهل والدعم والنقد البناء ساهمت بشكل كبير أنه أكشف عن هاي الملكة الذاتية بالكتابة. فبلشت ياسمين، يعني الأمور مقترنة ببعض، تحفظ الشعر وتلقي الشعر، كان عمرها 7 سنين. فتلاحقت عملية القراءة من خلال والعيش التجربة الحياتية، تلاحقت من أجل أن يعني وتسارعت كما ذكرت لتكون في سن مبكرة. هي ياسمين ولدت وعاشت ونشأت في ظل ظروف صعبة، يعني تفتحت على طفولتها المبكرة في فترة الانتفاضة الثانية، فترة كانت نابلس تعيش حالة من الاجتياحات المتكررة. وطني حبل غسيلا لمناديل الدم المسفوح في كل دقيقة. يبدو أن الشعب الفلسطيني مهما كان ومهما تنوع الإبداع عنده، يبقى الوطن هو الرمز الأول، وياسمين كذلك. يعني أنا تجسد عندي الوطن في كافة المواضيع اللي كتبتها، حتى ولو كانت مواضيع اجتماعية أو مواضيع إنسانية، يجب أن يكون للوطن لمسة فيها. العديد من اللاجئين يولدون وأجيال تأتي والأجيال فلسطينية، لذلك أنا أخاف على هذه الذاكرة التي هي الإرث الوحيد الذي بقي لنا في الوقت الحالي. هذا الإرث الذي يجب أن نحميه، لأنه هو الذي يخيف المحتل. أنت مثل لي عضوية الكتاب الاتحاد والأدباء، هي كانت نقلة نوعية في حياة ياسمين، أنه أنت تحس أنه في حدا بسمعك، في حدا بقدر الإشي اللي بتعمله، هو بداية كمان لنجاحات متتالية. العديد من الجوائز ممكن أن تكون بمسيرتي ساهمت بأنه أكون يعني اليوم ياسمين شملاوي، واليوم معكم كمان. يعني طموحي بالنسبة للكتابة كبيرة كتير ومتسعة بحجم اللغة العربية واتساعها وكبرها. أكثر قصيدة ممكن في الفترة الحالية اشتهرت لياسمين هي قصيدة القدس لا تناديكم، كتبتها بعد الأحداث المتتالية التي شهدناها على القدس. في القدس بارك الله الأرض وما حولها، في القدس كل ما في القدس، حجارة الزقاق عشب الجدار، عنكبوت الغار نسائم الثوار، أهل الدار القدس كل ما في القدس، لا يناديكم سلام على القدس في يوم الوفاء، سلام على القدس في يوم الوفاء.